السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك الشيخ الميلاد؟ على سلامتك. باغي غير نسولك. خير إن شاء الله. هذه شحال هذه ما خدمت من اللي راك مريض الجسم؟ هذه دروك عامين. الله. عامين أودي الشيخ، لا ما قصرتي، لا هذا النهار مبروك، ولك شكر بالعالمين اش تكتب علينا هذا الله. يعني بغينا نفكروا التورة ديالنا ونفكروا الصنعة ديالنا ونفكروا الفن ديالنا ونفكروا احنا بعضياتنا وصحابنا وحبابنا، حتى احنا عندنا الصحاب. دروك انت جايل الله يعاون، انا تعلمت جولة. ما خلينا انا وياك حتى قمت. كانت عندي 15 عام تبارك. شحال كانت عندك؟ 15 عام. يا ودي يا شيخ ميلاد كذبتها. شي 12؟ لا كذبتها. شي 12 عام؟ لا لا 16. كانت عندك في عمرك 18 عام. انا ما قاليش صح، كان عندي 21 عام. عقلت عليها؟ عقلت عليها. قولي التاريخ ديالك. قولي التاريخ. التاريخ ديالي. التاريخ ديالك انت فاش زايد؟ انا فاش زايد؟ فاش من عام زايد؟ زايد انايا في 73. وراك صغير اسي. تعاود لك بحالك شي باني. ما طياش الهضره هذا نودك. اسمح لي الشاب علال. اسمح لي الشاب. راني شبت. شوف. راس بي اسي. بارك اللهم صل عليك رسول الله. نعم نعم. واش غادي تسمعونا يا شيوخ؟ ها؟ واش غادي تسمعونا اليوم ان شاء الله؟ غادي نسمعوك واحد القصيده يعني على الاولاد والوالدين. وفين راكو قاعدين؟ واش من دنيا هذه راكو فيها؟ دوك راه حنا قاعدين هنا يا سيدي، هذه البلاصه يقولوا لها زقزق. جرات عليكم كورونا؟ لا راه حنا يعني ماشي ادرك، ما بقيتناش في كورونا. هالمصيبه جا ولدها كاع الكبير. الخبر. ما عنده عقل كاع. مصوت اكثر من الشيخ ميلود. الله الخبر. يبا دوك سمعونا شي حاجه الله يعطيكم الخير. مرحبا ميلود حوس ولا دبر راسك ولا المهم جيب لنا الطوره ديالها. قلبك يا خالقي تعمل تاويل وكل غريبة ترد البلاد وتديه. هنا قلبك يا خالقي تعمل تاويل وكل غريبة ترد البلاد وتديه. ملة الإسلام هذا هم كبير، هذا السيسي وانت يا داري بيها. هذه قصيدة مهدية للأولاد ومهدية للوالدين ومهدية للشباب ومهدية للناس مغاربة وجزائريين، وإحنا خاوة خاوة، الشعب بيناتنا خاوة خاوة، ما كانش العداوة. يا ولد الأولاد منهم نوصيك، وحي روحك لا تمشي بهم، كانك موت والله يا ما يبكي وعليك يفرحوا بالشي اللي تهدى ليهم. هذا الشي بصحيح ما نكذبش عليك، هذا الجيل الكل ما قلت فيه اما يخاطر ليت الله في الوالدين وفي الشبرا الوالدين عمر ما يخس. هذا الشي بصحيح ما نكذبش عليك، هذا الجيل الكل ما قلت فيهم، تسع شهور بك مايال وامك حامل بيك، يتمناوا في الكبر تخدم عليهم، ونباك لا يمسك اللي يرضيك، يوم منين كبرت راك تنايف هما. ها والولد ما يقول باه صباح الخير ابا مسا الخير ابا سلمى. شوف الولاد الولاد الوالدين ساروت في خاطر مغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وفي خاطر الشباب اللي تحطوا الوالدين. تسع شهور بك مايال وامك حامل بيك، يتمناوك في الكبر تخدم عليهم، وباك يا لا يمسك اللي يرضيك، يوم من كبرت راك تنايفهم. طيع امك وباياك حاجه ما تهديك، والله في القران وصاك عليهم، هما ربحك سبايا برزقك وعينيك، خدم يا شباب وتهلا فيهم. هما ربحك وسبايا برزقك وعينيك، واخدم
يا شباب وتهلا فيهم. يا هم من غير امك وبك والله واحد ما يبغيك، ولا تقول لهم عفين ولا تنهرهم. يا هو كان غبت بواك يسول عليك وما يتهنى وحتى تكون مساميه وأمه. ايه لمي ما كتلقاها مسكينة تراعي الباب، ولدي ما دخلش ولدي ما جاش ولدي ما جاش، وبات حارم عليها النوم حتى تدخل ودير الباب مورك عاد تهنى وتاكل وتشرب وترقد. المرضي تهلا في الوالدين، المرضي تهلا في الوالدين. كان غبت باكي سول عليك، يا هما يتهنى وحتى تكون مساميهم. اهو طيعوا للوالدين لو كان يكونوا فاسقين، وتسلك من نارين وقدام ربي تتنور. يا هو يا اللي عصيت باك ويلك ما يرجع، وينادي لك الهلاك والله ربي فيك ما يغفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وهذا الفيديو كان هديه للجمهور داخل الوطن خارج الوطن، الشيخ علال خوكم الفنان اللي باقي من التورات نتاع وجده. وهذا النهار راه كبير اللي تفكرنا وشفنا شيوخ، شفنا ميعاد الحمد لله يا ربي اللي التورات راها باقيه حيه. السلام عليكم ورحمة الله.